لأروي لكم قصة إحدى العجائب. قبل 40 عام كان هناك قرية صيد صغيرة لم يتجاوز عدد سكانها 30,000 نسمة، لكنها اليوم مدينة عالمية يصل إجمالي سكانها إلى 20 مليون نسمة، وقد فاق إجمالي الناتج المحلي لها منطقة هونغ كونغ ليحتل المرتبة 3rd في الصين. يقول البعض: إذا أردت أن تعرف ماضي الصين فعليك بالسفر إلى بكين، إذا أردت الاطلاع على حاضر الصين فلابد أن تذهب إلى شنغهاي، أما إذا أردت استكشاف مستقبل البلاد فيجب أن تزور هذه المدينة. إنها شنجن. يقال إن التواصل مع المحليين هو أفضل طريقة لمعرفة أي مكان، لذلك سأقوم في هذه الحلقة بزيارة بعض الأصدقاء القدماء والجدد لتعرف على شنجن.我们有多少年没见了？我觉得应该有10年了吧。来，我们上次你来了以后，那特地带了这本书，看看看看看看。这是我们第一次见面的时候去的那一套。对呀对呀。哎，你看看后面，可不就是08年吗？哎呦，还有这张哎，这张全。我们六个人的合影其实蛮少的那种。对，其实不多。 في صيف 2006 التقيت بلين رولان خلال رحلتي إلى شرق إفريقيا، ومنذ ذلك الوقت لم نلتقي لسنوات عديدة. 在深圳有什么好玩的？哇，深圳好玩的地方太多了，我想想看，哎，有一个好地方，但是先不告诉你。还卖关子啊！<笑> 2EEC هو مركز الصين الدولي لأرض والتباطل للإلكترونيات الاستهلاكية، ويمكن وصفه بأنه مركز تجميع التكنولوجيا السوداء، حيث تعرض فيه تقنيات الواقع الافتراضي ورياضات الإلكترونية والمنزل الذكي والملابس الذكية وغيرها من التقنيات المتطورة، بالإضافة إلى البيئة المزخرفة بالمعالم المستقبلية، وهذا ما يشعر به الزائر فور دخوله. ففي هذا المكان يمكنك رؤية المستقبل واستشراف آفاقه. 哎，我觉得在这边做小朋友好幸福啊！是啊，你看他现在有这么多好玩的，真的是。我们小时候那些玩具就都只能是玩个沙子呀，玩个丢个石头什么的。 这就是我们深圳之光大疆，做无人机的那个大疆。يعد CEEC المعرض التخصصي لأحداث المنتجات التكنولوجية في شنجن، إذ تحرص العديد من الشركات المحلية على نصب أشكال هناك، ما يتيح للزوار تجربة تلك المنتجات. للغايه قد تحقق حلمي في مدينه شنجن. 好长时间没来，有10年没来了。那个时候就没有觉得深圳像现在这么好玩哎，这么多黑科技的东西。林若兰سيدة من نفس امر مدينه شنجن، والدها استاذ في الهندسه الهيكليه بقسم الهندسه المعماريه بجامعه شنجن. سبق له وان شارك في التصميمات الانشائيه لمبنى توليد الطاقه بشنجن. اما لينوالان فقد شهدت كل التغيرات التي طرأت عليها، وتختزن في ذاكرتها الكثير من الأحداث التي مرت بها شنجن، وكان لها تأثيرات كبيرة في حياة سكانها.
哎呀，那个真是太深刻的记忆。我小时候上学，深南路都没有，然后从那时候南山感觉上是在农村。我们住在深圳大学，要到深圳中学来，我要上学，要花3个半小时坐中巴，然后在泥泞的道路上颠簸3个半小时才能到深中，所以那个时候我成为了深中当年最小的一个住校生，因为没办法住得太远了。现在呢？现在我估计因为也有地铁了，也有大巴了，我估计半个小时就到了吧。哦，对，半个小时其实就可能不到10公里的路，以前要开3个半小时。是啊，想三个半小时。في سياق الحديث عن تطور شنجن لابد أن نذكر سياسة الإصلاح والانفتاح بصفتها الحقل التجريبي والنافذة الأمامية لهذه السياسة منذ إنشاء منطقة شنجن الاقتصادية الخاصة فقد حققت شنجن العديد من العجائب في العالم في مجالات التصنيع والحضرنة والتحديث وغيرها وقد أصبحت شنجن مركز الابتكار التكنولوجي والتمويل الإقليمي والخدمات اللوجستية للعمال بالصين ما جعلها رمزاً للحداثة والتكنولوجيا والمستقبل 原来大家总想着去移民，现在也没有，再也没有提过了。其实深圳挺好，我们在这已经完全习惯了。是是是是是，我觉得未来20年，有可能像现在的年轻人，也不一定说，因为他可以随时走出国门了，所以他也不一定说我一定要就是到外面去居住啊，或怎么样，我可以去外面玩，可以去外面见识，但是觉得可能深圳还是我特别希望常住的一个家，这样子，我觉得归属感会越来越强。